كيف تحول ملف نصي إلى ملف صوتي باستخدام الـ Easy Converter؟ مرحباً، في هذا الفيديو التدريبي سنقوم بأخذ ملف نصي ونحوله إلى ملف صوتي Text File to MP3. لنقم بفتح البرنامج. أولاً تحت عنوان بدء التحويل من هنا اختر تحويل سريع من النافذة الأساسية للبرنامج. سيطلب منا الآن اختيار المستند المدخل إما عن طريق الماسحة الضوئية أو اختيار مستند موجود على جهازك. ينبغي التنويه إلى أنه إن أردت تحويل مستند باللغة العربية أن يكون مستند وورد أو مستند نصي بسيط Notepad or MS Word Document. أما إذا كانت صورة أو استخدمت الماسحة الضوئية فقم بتحويل الملف أولاً إلى مستند نصي ليقوم البرنامج بقراءة الكلمات بشكل صحيح. سنقوم باستخدام الملف الذي قمنا بإنتاجه في الفيديو السابق. في الخطوة التالية نستطيع اختيار الصيغة البديلة. طبعا تستطيع اختيار كتاب رقمي ناطق أو طباعة كبيرة أو برايل. في هذا الفيديو سوف اختار MP3. بشكل افتراضي يقوم البرنامج بتسمية الملف الصوتي على اسم المستند الذي قمت باختياره لعملية التحويل. تستطيع تغيير المسمى إن أردت. أيضاً تستطيع تغيير مكان التخزين أو مجلد المخرجات. وفي الأخير اضغط على انتهاء لبدء عملية التحويل. ستقوم بالانتظار للحظات ولك أن تضغط على إحباط عملية التحويل في أي وقت إذا أردت التوقف عن عملية التحويل. في قسم الصيغة البديلة الناتجة تستطيع استعراض الملف الصوتي الناتج. حفظ معلوماتك الشخصية وهويتك آمنين. ما الذي يجب أن أعرفه؟